ايش قاعد تسوين؟ اكلم صديقتي ندى. تكلمينها امك في المطبخ لحالها؟ ما تشوف. الو 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 من؟ انت اللي من؟ وين امل؟ قفلي بسرعه. الو ندى اكلمك بعدين. وش ذا الرقم غريب؟ والله لا يكون هو. الو الو هلا والله. مين؟ انا عبد الله اخو امل، بس متصل اعتذر على المس اندرستاندينج اللي حصل قبل شوي. كنت معصب، معليش انا دمي حامي. لا لا عادي عادي. انا يوم سمعت صوتك حسيت اني اعرفك من زمان، فقلت خلني اكلم وارمي حبال المحبه والوصال، وخاصه ان اختي دايم تمدح فيك. هذا العنوان من نشبه أخي، لازم أصرف. أنا مين اللي قاعد تكلمينه؟ أنا قاعد أكلم صديقتي والله. هاتي الجوال. لا طقع. أي حقوق المرأة؟ أي أنا معنفة، الحقوني. ألو من معي؟ ألو من معي؟ أنا أخو ندى.